النهار خلص، لكن دي مجرد البداية بالنسبة لنايت. أنا عندي مفاجأة لنايت. حقنة مطاط صغيرة. الحقنة المطاط دي هتكون منبه ساعة هاي. وأهو استمتعي بالصحيان يا نايت. اصحي ونوري. اخرس يا منبه. ده مبلول قوي. داي بتحب حمام الشمس. انا ههتم بيها علشان تكون حلوه وناعمه. انا هلزق لزق دبل فيس في الفوطه بتاعتها. هاي نايت، ده هيكون نهار يوم جميل. ايه ده؟ ساعدوني، الفوطه لزقت فيا. شيليها. وهنا بتيجي النهاية. يلا نلزق دي في كرسي الاسترخاء. أخيرا شلت الصمغ من عليا. ظريف جدا يا نايت. أوه لا، دلوقتي الكرسي لزق فيا. طيب يا نايت خلي بالك، حشو أوريو أبيض. أنا مش باكل ده. أنا هاكله، شكراً. داي لسه نايمة. هايل. يلا نعيد ظبط المنبه علشان تكمل نوم كام ساعة تانيين. ونعلق سما بنجوم على الشباك. صباح الخير. الدنيا لسه بالليل؟ دي حتى ما جاتش 6 الصبح. ده معناه ان انا ممكن اكمل نوم. الو، انتي فين؟ الاجتماع بتاعنا بدا من ساعه فاتت. وبس، انا راحت عليا نومه. داي خلت نايت تنام تاني. هاي، انا لسه ما خلصتش. انتي مملة قوي. رغم ان دي لحظة هايلة المقلب، انا همسح واقي الشمس النايت. هنصب غراء ابيض في انبوبة واقي شمس نضيف ونخففها بمية. هاي نايت، اوعي تنسي تحطي واقي الشمس بتاعك، وممكن تكملي نومك. شكرا على اهتمامك بيا يا داي. هاي يا جميلة. في ايه غلط؟ جلدي ده بيتقشر زي ما يكون زومبي عنده حروق شمس. نايت بتخيط ظلها. ابرة وخيط بقوا جاهزين. ده وقت اعمل مقلب. أنا هخيط ملاية وبطانية شريكتي في الأوضة مع بعض. داي، أنا عملتلك شنقة حقيقية، هتستمتع بيها. وقت إنك تصحي. هاي، مال ملايتي؟ أنا سوبر هيرو، بلانكت وومن. فيهو، ده كان يوم صعب. وموبايلي فصل شحن. أنا لازم أشحنه. فين السوكت؟ أهو، جاي بيتدحرج ناحيتك. إيه؟ هي البطيخة شغالة فعلاً؟ مش وحش، أنا عايزة أجربها. أنا هشحن موبايلي بالبطيخة المحمولة دي. النهاردة كان مرهق. أنا محتاجة للصمت. ليلة سعيدة. في إيه بيحصل؟ سيبي مزيكتي الليلية لوحدها، دي صوتها عالي جداً.
انتي عارفة يا شريكتي في الأوضة، أنا لسه مشغلاها حالا. بصي مين بيتكلم. تعذيب بالنور، هتستردي مزاجتك تاني في الصبح. تصبحي على خير يا نايت. أنا ما نمتش كفاية، دي الساعة 10 الصبح، الدنيا بدري قوي، ودي شحنة طاقة. داي جمدت مقلب مخصوص لنايت. فين مايو السباحة بتاعي؟ أهو، أنا كنت بجمده طول الليل. هنضيف قطعتين مايو في علبتين، هنعلقهم على أعواد أكل ونغطيهم بالمية ونجمدهم. إيه؟ هو المايو بتاعي متجمد؟ يا ترى هطلعه إزاي من هنا؟ أنا هنام شوية لحد ما المايو بتاعي يدوب. داي، استمتعي بغسيل أسنانك. هنقص أنبوبة معجون أسنان فاضية وننظفها. هنصب فيها مايونيز ونلف طرف الأنبوبة فرق الزبدة ونقفله بمكوى فلات. صباح الخير، أنا محتاجة أغسل أسناني وانتعش. معجون الأسنان ده طعمه غريب، زي ما يكون مايونيز كده. ممكن أكمل فطاري. وقت الصحية، ده يوم جديد مدهش. صباح الخير يا شمس. ده مشرق جدا، ابعدي ده عني. نايت، أنا أسفة. رغم إن ممكن نعمل عرض إضاءة صغير. نهار، ليل. نهار، ليل. هيا نضارتي فين؟ دلوقتي كده أحسن بكتير، بقى نهار تاني. إيه اليوم الحلو ده؟ أنا هلبس قميص الأبيض اللي بحبه. شكراً. هنطبق قطعة مستطيلة من قماش للنصين ونخيط الطرف الخارجي بمكنة خياطة، وهنضيفه في أكمام القميص ونخيطه بحيث إن الأساور تكون مش باينة. هاي، في إيه في أكمام قميصي؟ الأكمام ملهاش آخر. ودلوقتي هتكون أحسن. دي، ده قميص حلو. هاي، أنا محبوسة، ساعدوني. داي، هو موبايلك ماله؟ ازاي بتقدري تبصي فيه؟ انا هصلحه. المود المظلم مشهور دلوقتي، يلا نشغل المود الليلي ونقلل سطوع الضوء. دلوقتي احسن بكتير، مش عاجبك؟ جوزة هند حلوة، انا هدور على حاجة اكسرها بيها. جوزة هند دي ملونة كأنها يوم مشمس. أنا هضيف شوية نوتيلا غامقة. هنكسر جوزة الهند ونملاها بالنوتيلا، ونضيف النوتيلا للأطراف ونوصل النصين. خلصنا، اتفضلي جوزة الهند بتاعتك. يا جوزة الهند تعاليلي. أنا هفتحها وأستمتع بالقلب الأبيض. إيه؟ دي غامقة، هي باظت؟ داي، ما تعمليش الوش ده، أنت لازم تجربي تحلية جوز الهند بالشوكولاتة بتاعتي، دي لذيذة. نايت بتحب الأسود جدا، أنا عملت لها سلايم أسود مخصوص ليها. هنخلط نشا درة مع لوشن للجسم، هنضيف منظف غسيل أطباق وصمغ سلايم، ونضيف نقطة من لون طعم أسود. هنقلب ونضيف بوركس. هنعمل سلايم أسود. لأ، هنحتاج لسلايم أكتر، كده أحسن.
يلا نزين فلي فلوبس نايت بالسلايم. أنا هحط لها طبقة أتقل لأن أنا كريمة. كده خلص. أنا مضطرة إن أنا أقوم. يييو، إيه ده؟ هو فينوم كان لابس الفليب فلوبس بتاعي؟ مقرف. عجبوكم صديقاتنا داي ونايت؟ قولوا لنا في التعليقات ايه المقالب اللي عجبتكم اكتر، مايو السباحه المتلج، البطيخه الشاحن، ولا القميص باكمام طويله؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي فيديوهات مضحكه جديده من تروم تروم.